إن الإسلام هذا الدين الخالد ما فتئ يقدم العبقريات عبر التاريخ ليؤكد حيويته وطراوته وعظمته. ولذا ليس غريبا أن يظهر في العالم الإسلامي عبقري كالإمام الشيرازي الذي كان نادرة من نوادر التاريخ في شتى الميادين، هو نتيجة طبيعية لتعاليم الإسلام وأهل البيت عليهم السلام. فالإمام الشيرازي ليس بعيدا أن يكون كذلك، حيث أنه ينتمي إلى سلالة عريقة حملت راية الإسلام منذ القدم، فهو يتصل نسبه الشريف بزيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين عليه السلام. وقد أنجبت هذه الأسرة الكريمة عمالقة حملوا نهضة الأمة ورفعوا من شأنها، كالمجدد الشيرازي الكبير قائد ثورة التمباك، والمرزا محمد تقي الشيرازي قائد ثورة العشرين. ولولادة الإمام الشيرازي حادثة عجيبة، حيث أن والده المقدس آية الله العظمى المرزا مهدي الشيرازي توسل بالأئمة الطاهرين عليهم السلام كي يرزق بابن عظيم يحمل لواء الدين، فكان مولده ببركة هذه التوسلات في النجف الأشرف، مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عام 1347 هجري. وقد هاجر مع والده إلى كربلاء المقدسة عام 1356 هجري، وتسلم فيما بعد قيادة الحوزة العلمية وقاد نهضتها الثقافية بعد رحيل والده عام 1380 من الهجرة النبوية، وعمره في 33. ثم هاجر من كربلاء المقدسة عام 1390 هجري إلى الكويت، ثم هاجر إلى إيران عام 1399، حيث استقر في مدينة قم المقدسة. الميرزا الشيرازي في مقام عظمته، و يعني بحيث انه كان الملوك يهابونه، هذا من ناحية. وكذلك بقية العلماء في زماننا، مثلا السيد الحكيم صلى الله عليه وسلم نفسه، فكان في كتابه المستمسك العروة في الفقهاء رجلا عظيما. السيد الخوي في الأصول مثلا، السيد كاظم اليزدي في الفقه، السيد محمد كاظم الخراساني في الأصول، وكذلك المرحوم السيد محمد الشيرازي
صديقنا العزيز، وأن توفقه موفقية كان له من جهات متعددة. أولا في عالم التأليف، هو واقعا ما كان له مثيل من كثرة المصنفات. هذا من الشيرازي الكبير الذي في القرون الأخيرة لم يوجد شبيها له من كافة الجهات، لأن الميزة الشيرازي هم جمع بين قضية مسألة الأدمية العظمى، لأن جميع تلامذته من المراجع سيد محمد كاظم يزدي، شيخ أخوند الخراساني، ميزة محمد تقي صاحب الفوز، هؤلاء كلهم من تلاميذ ميزة الشيرازي الكبير. فبعد ميزة محمد تقي الشيرازي أيضا أنه المرحوم السيد عبد الهادي الشيرازي والسيد مهدي الشيرازي في كربلاء والنجف، هؤلاء أيضا من أولاد. كان الإمام الشيرازي رضوان الله تعالى عليه وأعلى الله درجاته الشريفة رجلا عملاقا في مختلف مجالات الحياة، كان قمة في التأليف حتى لقب بسلطان المؤلفين، وهذا اللقب جاء من اتحادية الكتاب العرب في دمشق، لقبه بذلك المدير المسؤول على هذه اللجنة، على هذه الجهة، لقبه بسلطان المؤلفين. وكلمة سلطان في اللغة العربية بمعنى المهيمن المسيطر الذي يكون في القمة، يكون هو السلطان. بما أن الإمام الشيرازي رضوان الله تعالى عليه ألف الكتب العديدة بما تجاوزت 1000، هذا الرقم القياسي، فلذلك لقبوه بسلطان المؤلفين. فقد كان رجلا استثنائيا في ميادين الإيمان والتقوى والعلم والمرجعية والتأليف والورع والزهد والجهاد والأخلاق والعمل والريادة والتأسيس والتربية، إلى غير ذلك من الأبعاد التي يصعب جمعها في رجل واحد. في بداية تحصيلي العلمي كنت أذهب إلى الكويت للحوزة التي أسسها سماحة السيد أعلى الله درجاته، وهي مدرسة الرسول الأعظم. وأيضا كنت ألتقي بالسيد في الديوانية، وكان يلقي دروس القرآن، وأحيانا كنا نرافقه في بعض الديوانيات، يعني للذهاب لزيارة بعض الأعلام. كان سماحة السيد يعني يحمل هم تغيير الناس، تغيير واقع الناس الفاسد. يعني كنا جميعا شعب المنطقة نعيش واقعا فاسدا وشعبا متفرجا لا يحمل المسؤولية. كان السيد يحملنا ويحمل كل من يذهب إليه المسؤولية. أكثر من 40 سنة قريبا وبعيدا تعرفت على المرجع العظيم المرحوم السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، وكلما تقربت إليه كثر اعتقادي به، وهذا جدا نادر في الآونة الأخيرة. ففي هذا الزمان الإنسان يتعرف على إنسان ويتقرب إليه وعقيدته بالنسبة إلى ذلك الإنسان تزود يوما على يوم. في طول حياتي مع السيد ما رأيت عملا منه يدل على هوى النفس، كل عمله كان لله. كلامه، عمله، كتابته، تدريسه، كله كان لله. ولقد لاقت هذه العبقرية الفذة مؤامرات وحروبا للقضاء عليها، إلا أنها بقيت كالطود الشامخ تواجه العواصف والحروب بأقدام ثابتة وإيمان لا يتزعزع. هذا شنو؟ هذا صدام جاء فلوس العراق أكله
اشترف به. الآن صدام عنده 100 قصر، كل قصر أقله مليار دولار وأكثره 3 مليارات دولار. اقروا شوف هذا شنو معناه؟ هذا معنى كل الناس فقراء. الآن كل الناس فقراء حقيقة. إذا تروح النجف أو تروح إلى كربلاء أو إلى كاظمية شوف أغلب المدينة خراب، بس صدام جايبيه ويقتل الناس، اقتل هذا اقتل هذا اقتل هذا، المعروف بعد. فلما ترك القرآن ترك احترامنا، يعني ما عندنا احترام خلاص. أنا أذكر بعد قضية 11 سبتمبر جمع المجموعة من الأفاغنة اللي موجودون في بيته الشريف وقال لهم يوم ورا 11 سبتمبر، وقال لهم إن طالبان راح وسيهجمون على العراق وصدام يطيح. إن شاء الله تعالى حكومة إسلامية رئيس الشيعي الثالث أحزاب حرة الرابع الحوزات العلمية الشيعية الخامسة الحكومات المقدسة حرة. نرى في بعض مؤلفات الإمام الشيرازي بعض التنبؤات، مثلا له كراس اسمه مارك سينهزم كتب ذلك قبل سقوط الشيوعية، قبل سقوط الاتحاد السوفياتي ب10 سنوات، يتنبأ في هذا الكتاب بأن الشيوعية ستنهزم وستسقط، وكذلك تنبأ بسقوط الطاغية في العراق، وله كراس اسمه العراق ما بعد صدام. هذا الكراس صدر من الطبع، خرج من الطبع، يعني نحن كنا آنذاك في بيروت ودمشق عندما وصلنا هذا الكراس وقمنا بطبعه ووزعناه على الإخوة المؤمنين العراقيين. العراق ما بعد صدام، هذه الدراسة أساسا هي كانت محاضرة ثم راجعها سماحة السيد رضوان الله عليه بإضافة وتعديلات فأصبحت المحاضرة كراسا. يتنبأ أيضا في هذا الكراس عن أن سقوط صدام قريب، وكان يخطط لفترة ما بعد صدام حتى لا تعود الدكتاتوريات، حتى لا تعود تلك الاستبدادات، حتى لا يعود الاستبداد من جديد. كان يؤكد في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب على حقوق الشيعة، على حقوق الأكثرية، وكان يقول لابد أن يكون الحكم في العراق بكامله أن يكون شيعيا من دون أن يهضم حقوق الآخرين، فلا بد أن تكون رئاسة الجمهورية من الشيعة للشيعة، وكذلك رئاسة الوزراء، وكذلك رئاسة المجلس، كل ذلك لابد أن يكون للأكثرية من دون أن يهضم حقوق الآخرين. وقد سال قلمه المبارك رغم مشاغله الكثيرة على تأليف أكبر موسوعة فقهية في التاريخ الإسلامي، حيث بلغت أكثر من 150 مجلدا، إلى جانب مجاميع كثيرة من المؤلفات في مختلف العلوم وشتى الميادين، حتى تجاوز 1200 مؤلفة. الإمام الشيرازي رضوان الله تعالى عليه بدأ بالتأليف وهو في العقد الثاني من عمره الشريف، واستمر في التأليف ليل نهار حتى ليلة وفاته، يعني الليلة التي أصيب بها بالجلطة، عندما جاءوا عليه رأوا أن بجانبه أو على صدره ورقتان قد كتب فيها مقدمة لكتاب عن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، بدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وانتهى بكلمة والله المستعان، ثم أصيب بالجلطة، فلم يقطع التأليف من العقد الثاني من عمره إلى أن توفي رضوان الله تعالى عليه. وهذا الاستمرار في التأليف أنتج هذه المكتبة القيمة، المكتبة الشاملة والتي أهداها للأمة الإسلامية.
وكان كالبركان لا يكل أبدا ولا يتعب حتى في السنين الأخيرة من حياته التي قضاها مريضا، مما كان يذهل حتى المقربين منه لإصراره على العمل والحركة رغم آلامه ومرضه. كتب كتب في الفقه لم يكتب قبله أحد، كتب كتب في البيئة، فقه البيئة، فقه الاقتصاد، فقه المرور، وكثير من الكتب اللي أصلا ما كانت متداولة بين الحوزات العلمية، فهو كتب هذه الكتب، وجدا كانت هذه الكتب مؤثرة. كثير من العلوم الفقهية والمسائل الفقهية التي لم تكن مطروحة على الساحة تعرض لها سماحته، مثلا فقه البيئة، فقه العولمة، فقه النظافة، فقه القانون، وما شابه ذلك من هذه المسائل، وكان يتعرض لقضايا دقيقة جدا، مما يدل على توسع مداركه. إلى جانب آخر، أعطى الإمام الشيرازي أهمية كبرى في بناء المؤسسات والحسينيات في كل مكان، لما كان يراه من أهمية تلك المؤسسات والحسينيات في نشر الوعي والثقافة في الأمة الإسلامية. هذه المجالس اللي موجودة الآن بالكويت، الحسينيات، حتى الديوانيات بدلها إلى مجالس وإلى محافل. أنا شفت بعض الأشرطة في يوم الجمعة اللي كان يخطب بين الصلاتين، كان يحرض الناس على إقامة مجلس الحسين، الإقامات، المجالس البيتية بالحسينيات. وأنا أذكر فد لطيفة كان يحرض الناس، ومنها قال: أنتوا عندكم بنات ما متزوجات، عندكم أولاد ما متزوجين، فلما تخلون مجلس في بيتكم الناس يجون يشوفون بيتكم، فربما يتزوجن. فشوق الناس، والناس الحمد لله الآن كويت صارت مركز لأهل البيت سلام الله عليه. الحسينيات الموجودة، الخدمات اللي الكويتين يقدموها، هذه كلها من بركات السيد رحمة الله عليه. وبإمكانك أيضا أن تعطي كمية كبيرة من مالك، وهو ثري جدا، لبعض العلماء أن ينفقوها في المشاريع الخيرية، يبنوا بها المساجد، المدارس، الحسينيات، المكتبات، يسعفوا الفقراء، يبنون لهم الدور، يعطونهم رأس المال لأجل تجارتهم بالنسبة إلى المحتاجين، يعطونهم مالا لأجل الزواج بالنسبة إلى العزاب. ومن هنا أولت مرجعية الإمام الشيرازي تربية جيل من الفقهاء والمجتهدين والخطباء والمؤلفين أهمية عظمى، فبنت في كل بقاع الأرض مدارس علمية تولي اهتماما خاصا بتربية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أتذكر في أيام الحرب حيث قصفت مدينة قوم المقدسة، واضطر الإمام الشيرازي رضوان الله عليه أن يهاجر إلى مشهد الإمام الرضا صلوات الله عليه. نزل في مدرسة علمية أسسها، ألا وهي مدرسة الإمام الرضا صلوات الله عليه. وهذه المدرسة آنذاك لم تكن كاملة من حيث البناء، يعني لا زال العمال كانوا يشتغلون في المدرسة، الشبابيك ما كانت كاملة، الزجاج ما كان بعد موجود، وكان البرد شديدا. فالإمام الشيرازي رحمه الله نزل في هذه المدرسة مع طلبة العلوم الدينية، وكنت أحدهم من الطلبة الذين نزلوا بهذه المدرسة. فجاءوا إلى الإمام الشيرازي وقالوا له: سيدنا، هناك مكان أفضل أرتب، ممكن تشرفونا وتسكنون في بيت في مكان آخر مهيأ لكم؟ لكن السيد رضوان الله تعالى عليه قال: حالي حال الطلبة، طلبة العلوم الدينية، ولم يقبل أن ينتقل من هذه المدرسة.
فجاء بعض الأخيار، بعض التجار، بعض العلماء لزيارة الإمام الشيرازي رحمه الله. واحد من الكسبة، أحد الكسبة التجار، عندما شاهد أن المدرسة لم تكن كاملة والشبابيك لم يكن فيها الزجاج، فتبرع بالزجاج وجاءوا بالزجاج وجعلوا في الشبابيك. والمؤسسات اللي هو بناها وبأمره بنيت، ولا مؤسسة في العالم تكون باسمه. الآن في مشهد كم مؤسسة عنده؟ مدرسة الإمام الرضا، صندوق قرض الحسنة سيد الشهداء، صندوق قرض الحسنة حسين بن علي، أي مكان تشوف آثار السيد موجود لكن لم يكن باسمه. أنا أذكر رجل جاء من الكويت، هذا جدا نموذج جميل من أعمال السيد. جاء رجل من الكويت أنا أذكر، فقال للسيد: أنا أريد أن أصرف ثلثي في حياتي. الناس يوصون بأنه يصرف ثلثهم بعد الوفاة، فهذا أثر جدا قليل. الإنسان لازم هو بيده يصرف. فقال: أنا أريد أصرف ثلثي في حياتي، وأنا هذا المبلغ أعطيك يا سيد، بشرط أن تؤسسون مؤسسة باسمكم، أن تكون المؤسسة باسمك سيدي. أنا أذكر نص ساعة السيد كان يتكلم معاه، بقى أنا مو باقي، إحنا كلنا نروح، اللي يبقى الأئمة سلام الله عليهم، فتعال أنا أسوي لك مؤسسة باسم الرسول الأعظم، باسم الأئمة، وقنعه بأنه لا يكون باسمه. كان يدعو إلى إنشاء الفضائيات وبمختلف اللغات حتى باللغة العبرية، وهذا قالها لي شخصياً: ينبغي علينا، وهذا قبل أن تظهر قناة الأنوار إلى النور وغيرها من القنوات الفضائية، وبل بالعكس في زمان كان الناس لا يحلمون بمثل قناة، كان السيد يدعو إلى إنشاء الفضائيات والقنوات، وكان يقول: لابد أن ننشئ هذه القنوات الفضائية وبمختلف اللغات، اليهود الإسرائيليون يمكن هدايتهم، يمكن تغييرهم إذا نحن دعونا إلى الإسلام بالطريقة الحسنة. وعظمة هذه المرجعية الحضارية كونها أولت جميع فئات الشعب أهميتها، وعملت على تقارب هذه القوى لتصب في خانة الإسلام. أنا أتصور من العلماء الذين أثروا على الطوائف الأخرى كثيرا هو السيد الشيرازي الله يرحمه. قبل كم يوم نفرين كانوا متشيعين من السودان جاءوا هنا، هم قالوا: إحنا عن طريق الأنوار احنا تشيعنا، وهم من المجدين في قضية التشيع، كانوا قالوا: عندنا حسينية، داي نرتب كتب، داي نروح الى المناطق الثانية لتبشير التشيع ولترويج التشيع. فكان جدا مؤثر في توسعة التشيع والتدين بين المجتمع. كان سماحته لا يجلس فقط مع القسيسين، كان يجلس مع مختلف يعني مختلف التوجهات، يعني مع مختلف الأطياف، مع السني والسنة على يعني تشتت مذاهبهم، مع المسيحي، حتى الهندوسي. أنا ما رأيت هذا أنه كان يجلس مع الهندوس أو ما شابه، لكن من خلال ما سمعت من المقربين كان يجلس سماحته مع مختلف الشرائح، وكان يدعو إلى الإسلام: أنت من أين؟ يقول: أنا من الهند. يقول: الهند كذا وكذا، ويعطيك معلومات واسعة عن الهند كأنما هو أحد مواطنيها. ثم يدعو إلى التغيير، يدعو إلى التجديد، يسأل آخر: من أين أنت؟ يقول: أنا مثلا من ألمانيا، كأنما هو حاضر في ألمانيا، ويدعو إلى التغيير. يسأل فلان: من أين أنت؟ يقول: أنا مثلا من البحرين، كأنما عايش في البحرين. السيد يتميز بسعة اطلاعه، يعني عنده سعة اطلاع ليس بالكتب، بل عنده معارف حتى بالناس.
وتمتاز مرجعية الإمام الشيرازي عن غيرها أنها رائدة في طرح مجموعة كبيرة من الأطروحات. الإمام الشيرازي كان رائداً عملاقاً من الرواد الأوائل، وكان يسبق التاريخ في حركته وتنبؤاته وأفكاره، فقد قدم أطروحات في شورى الفقهاء المراجع والأمة الواحدة والتعددية والحرية والعدالة والمساواة والسلم واللاعنف والاكتفاء الذاتي وإلغاء الحدود الجغرافية المصطنعة وغيرها من النظريات الرائدة. أتذكر آنذاك باعتبار أن السيد رضوان الله تعالى عليه كان يعيش في ظروف حرجة جدا، وكان قد اشتغل ببعض الأمور الأهم، انقطع عن التأليف، فكنت أسأل سماحته هل من جديد في التأليف؟ كان يقول رحمه الله: الآن مشغول ببعض البرامج الأخرى. هذه الفترة هي استثناء، ولكن عندما الحكومة البعثية في العراق، طغاة البعث، أرادوا أن يعتقلوا السيد، فالسيد رضوان الله عليه اختفى لفترة. وكذلك قبل البعثيين هناك طغاة عندما أرادوا أن يقبضوا على السيد رضوان الله تعالى عليه اختفى أكثر من 40 يوما ولم ينقطع عن التأليف. هناك كتاب قيم للمرحوم السيد الشيرازي اسمه تبيين القرآن، هو تفسير مختصر جميل للقرآن الكريم. هذا التفسير السيد رضوان الله عليه كتبه في فترة اختفائه في كربلاء المقدسة، كتبه في 45 يوما، في 45 يوما. والحمد لله هذا التفسير الحمد لله طبع، وأكثر من مرة طبع في بيروت، اسمه تبيين القرآن. التوكل بالنسبة إلى السيد شيء عجيب جدا، رجل كان متوكل في ظروف مرت على السيد، لولا توكله لكان لم يبقى منه حتى عظامه. توكل على الله في الظروف الصعبة، وفي الزهد أيضا من المثاليين. عاش بصايتين في طول حياته، بقبائين أو صايتين، صاية سوداء للأيام العزاء أيام الوفيات، وصاية غير سوداء لغير الأيام. طول حياته بس صايتين. وكان صفاته الحميدة في الأخلاق الحسنة هي مضرب المثل، حيث كان يقابل الإساءة بالإحسان والقطيعة بالوصل والخشونة باللطف. وله في التواضع باع طويل، حيث أن المرجعية والزعامة لم تغيره بل زانته بالتواضع ونكران الذات، حتى كان يشارك في إعداد الطعام في منزله ويسلم على الكبير والصغير، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله ويقوم احتراما لهم. أتذكر في نهاية شهر شعبان وبداية شهر رمضان، وبعد فترة ربما أكثر من 5 سنوات، جئت إلى إيران وإلى قم المقدسة إلى زيارة الإمام الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، وتشرفت بلقائه. وآنذاك كنت أعمل في تهيئة مخطوطات سماحة السيد رضوان الله عليه وإعدادها للطبع، وكان الإمام الشيرازي رضوان الله عليه قد أعطاني من قبل مخطوطة وقال بأنه لا يرضى بطبع هذا الكتاب إلا بعد وفاته. كانت هذه المخطوطة تشتمل على بعض المنامات والرؤى التي شاهدها بنفسه عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، بدءا من النبي الأعظم صلوات الله عليه وإلى الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، بعض المنامات التي رآها. فكان السيد قد جعلها أمانة عندي وقال لا يرضى بطبعها
إلى بعد وفاته. فمن ضمن ما سألت السيد رضوان الله عليه عن مخطوطاته ومؤلفاته تذكرت هذا الكراس، وقلت: سيدنا، هل لازلتم على رأيكم بأن الكتاب يبقى لا نشرع في إعداده وطبعه؟ ففكر هنيئة وقال: ابدأوا. فتعجبت كثيرا ولم أفهم جواب ذلك إلا في اليوم الثاني من العيد، عندما فوجئنا بخبر ارتحال السيد رضوان الله تعالى عليه. فأحسست بأن السيد رضوان الله عليه كأنما ألهم بقرب وفاته، حتى عرجت روحه الطاهرة إلى بارئها يوم الثاني من شوال 1422 هجرية. فالإنسان يجب عليه أن لا ينسى أنه في يوم من الأيام يموت. وشيع جثمانه الطاهر في موكب مهيب شارك فيه المراجع والعلماء والفقهاء وسائر فئات الأمة، ودفن بجوار مرقد كريمة أهل البيت عليهم السلام السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام بقم المقدسة. هذا الرجل الذي قضى عمره 75 عاما وكأنها سنوات قليلة، وكان قصير العمر، في هذه المدة القصيرة قدم الكثير الكثير، وكان زاهدا في حياته. يكفي أن تعلموا بأنه أخذ متاع بيته من كربلاء إلى الكويت، وحينما انتقل إلى إيران طلب أن يأتوه بنفس المتاع والأثاث ولم يؤثر جديدا، وعاش إلى آخر عمره عيشة الزهاد. وقد رأيت من قريب المكان الذي كان يعيش فيه هذا المرجع العظيم. كان في هذا البيت الذي رأيتم في هذه الحيطان الحقيرة 20 سنة. لم يخرج من بيته إلا بعد أن أخرجه الناس على أصابع أيديهم وهم ينادون لا إله إلا الله. رحيله المبكر فلا زالت كلماته وأطروحاته وأمنياته تدوي في أرجاء المعمورة لتثبت عظمة الإسلام ومذهب أهل البيت عليهم السلام الذي أنجب عظماء كالإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي قدس الله نفسه الزكية. بل كان هو الأب.